بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده وبرنامج راي عام. كل عام وانتم بخير. حلقه جديده واخبار جديده، كل يوم في مصر احداث كتير. دايما بنهتم ان احنا نحاول نعرض اهم الاخبار واهم الاحداث اللي تهم الراي العام والمواطن المصري. عندنا اخبار كتير النهارده. خلينا نخش في اول خبر معانا، وهو المؤتمر الصحفي اللي عقده السيد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاحداث اللي بتحصل في مصر والاخبار الجديده. وكان منها ان السيد رئيس مجلس الوزراء يطلب بالتوسع في صناعه السيارات. طبعا حضراتكم عارفين صناعه السيارات في مصر يعني غير مستغله تماما، ففي اتجاه ان شاء الله يعني الدوله تسعى لزياده صناعه السيارات. كمثال مثلا كالمغرب بتصدر سنويا او بتصنع سنويا 700 الف عربيه او سياره، فياريت ان احنا ان شاء الله نوصل ان شاء الله يعني لنص الرقم ده او يعني 70% منه ان شاء الله. يعني ده طبعا هيبقى اضافه قويه للاقتصاد وللبطاله، نحد من البطاله، وطبعا زياده في الايرادات العامه للدوله المصريه. برضو ده كان خبر. خبر برضو معانا تاني، وهو رساله شديده اللهجه من السيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص عربيات المعاقين او ذو الهمم. طبعا احنا اتكلمنا في حلقات سابقه قبل كده على موضوع سيارات المعاقين، ان 90% من السيارات اللي خرجت، وده مش كلامي ده كلام السيد رئيس مجلس الوزراء، 90% من السيارات اللي خرجت للمعاقين ما راحتش للمخصص ليهم. كل الحكايه اللي كان الناس بتستغل صاحب الاعاقه وبتطلع الجواب باسمه وبيروح يستلم العربيه ويدفع، طبعا عربيه مخفضه الجمارك او يعني معفيه من الجمارك بصوره كبيره جدا، فرخيصه وعربيات حديثه، فبيبيعها بيعمل توكيل لواحد او توكيل اداره، والتاني بيستغلها لمده 5 سنوات، وبعد ال5 سنوات اللي هي فتره الحظر بتاعتها بيبيعها بقى وبيستغل ايه ثمنها. الدوله رصدت الموضوع ده واتخذت اجراءات قويه، ان هيبقى في حملات رقابيه في او حملات مروريه كمان بخصوص عربيات الاعاقه، وهتوصل العقوبه فيها لسحب الرخصه وغرامه 25000 جنيه للي بيقود السياره وما يبقاش هو صاحبها او رخصه باسمه او هو المخصص ليه. فده طبعا يعني ايه، يعني رجاء ان كل واحد يبتدي يوفق اوضاعه بالنسبه لسيارات المعاقين، عشان الدوله يعني واخده الموضوع بصفه جديه ومش هتسمح بحاجه زي كده تاني. طيب برضو موضوع يهم الناس، كل سنه وحضراتكم طيبين. المدارس يعني ان شاء الله يعني خلال شهر او حاجه، فالسيد رئيس مجلس الوزراء دعا ان يكون في معارض اهل المدارس واهل رمضان على مدار السنه. يعني اهل المدارس ما تبقاش خصوصا لفتره الدراسه، تبقى موجوده طول السنه، بحيث برضو لو في دراسات عليا او في حاجه عايز استفيد من اسعار الورق والاقلام والكلام ده كله الناس تقدر تستفيد بيها. واهل رمضان طبعا لتخفيض اسعار السلع، حضراتكم عارفين طبعا اسعار السلع معانا، ف تحاول برضو تساعد في مشكلة رفع الأسعار والكلام ده كله. طيب برضو معانا يعني موضوع مهم جدا، اللي هو كل المحطات الفضائية والوكالات الأنباء بتتكلم عنه، وهو مشكلة غزة. طبعا ربنا معاهم يعني أهالينا في غزة، وإسرائيل الكيان الصهيوني واعتداءاته على غزة. كان في الإطار ده في مقترح إسرائيل مقدماه أو أمريكا هي اللي مقدماه أو بتدعمه، بخصوص محور فيلادلفيا. فانا لما جيت اتكلم في الموضوع ده ما لقيناش احسن من السياده اللواء الدكتور فوزي رمضان الباحث والمفكر السياسي، هو يقدر يشرح لنا الموضوع باستفاضه ونستفيد منه ونرحب بيه. الو، ايوه انا معاك يا فندم. اهلا وسهلا يا سياده اللواء، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك دلوقتي غزه ومحور فيلادلفيا، ويعني عايزين نفهم الموضوع وايه اصل الحكايه. والله دلوقتي حتى القناه 14 وقناه 12 الاسرائيليه الايام فاتت دي كانت اعلنت على ان هناك وفد اسرائيلي وامريكي هيتواجدوا في القاهره، كان المفروض امبارح الخميس يعني، تمام، عشان يشوفوا مطالب نتنياهو. مطالب نتنياهو ما بتخلص للاسف يعني، انه عايز يحط يعمل 8 ابراج على الحدود، على ال 14 كيلو هم حدود حدودنا مع غزه اللي هو محور فيلادلفيا ده، ويحط فيه كاميرات طبعا ويحط فيه حاجات من هذا القبيل. وكان
كان مقترح تاني يخلوهم الامريكان قالوا لا، طب نخليهم ايه، برجين بس بدون ما يبقوا ثمان ابراج. المصريين اساسا والقياده السياسيه في مصر رافضه الموضوع ده شكلا وموضوعا، يعني تمام. على اساس ان احنا محور فيلادلفيا ده داخل في اتفاقيه كامب ديفيد اساسا، الملحق بتاع 2005. يعني ده داخل في اتفاقيه كامب ديفيد وملحقاته، والملحق اللي مضى عليه شارون في 2005، مظبوط. لان محور فيلادلفيا ما عليهوش قوات عسكريه اسرائيليه خالص من اصله، وكان عليه 750 جندي مصري بالتحريف كده تمام. لتامينه، وكان فلسطين كان اللي هي خاضع للسلطة قلناهم الفلسطينية. السلطه الفلسطينيه كانت موجوده تمام. في الاول، وبعدين لما حصل احداث 2007 جم حركه حماس هي اللي كانت بتدير معبر المعبر. رفح من جهه غزه. تمام. هو مشكله نتنياهو، ومشكلته مشكله واحد اثنين رئيس، يعني الحكومه زي ما انت عارف انها حكومه متطرفه بزعمها صحيح بنيامين صحيح. نتنياهو، صحيح. وعنده وزير ماليه اللي هو اسمه سموتريتش سموتريتش دوت، ووزير سموتريتش الامن الاسرائيلي اسمار بن بن غفير. غفير. بن غفير. دول الاثنين دول عاملين له مشكله في دماغه، وهو في نفس الوقت عارف ان رقبته اصبحت في هذا الموضوع، يعني بمجرد ما يقول انا هعمل اتفاق سلام مع حركه حماس او مع اي حته اخرى، يعني بصرف النظر عن حركه حماس هيتحاكم زي اللي اتحاكموا ايام يوم حرب الغفران، حرب 73، 73 أكتوبر. بعد ما خلصت الحرب لما كل الجنرالات اللي كانوا في الحرب اللي مطلوب يتحقق معاهم، واللي اتحاكم اتحاكم، واللي خبرها خبرها كده. تمام. فهو عارف كويس قوي ان هو لو حط ايده في ايد اتفاقيه سلام تاني يوم هيتمطلوب للمحكمه عشان عليه قضايا قد كده، وبالتالي هيدخل السجن. يعني هو بالبلدي كده ست اللي هو بيتلكك. برافو عليك. يعني عشان كده احد الجنرالات الاسرائيليين، وده اسمه يتسحاك بريك، احد كبار قاده الرويه الاحتياط في الجيش الاسرائيلي، بيقول ان دي اكذوبه كبرى، يعني من ساعه ما انشا دوله اسرائيل ما فيش حاجه اسمها محور فيلادلفيا هيامن اسرائيل. صحيح. انت بتتكلم كلام يعني كلام صح. صغير ما له لازمه. يعني وزير الدفاع قال احنا خلاص نهينا مهمتنا في غزه، الناس قاعده بتعمل ايه في غزه؟ قاعدين. طب ما هو بيحصل فيهم خسائر كل يوم. ايوه مظبوط. القصه كلها ان هو لو بدات طب الناس اللي موجودين اللي هم الاسرى والموجودين والرهائن اللي موجودين في حرب لا هو مش مهتم بيهم خالص. قطاع غزه، طب ما هم عايزين اهاليهم، عايزين يخرجوهم، يعمل اتفاقيه مع حركه حماس ونخرج ونعمل هدنه مدتها 6 شهور، مدتها سنه، وكانت حماس ليها شروط قبل كده اتنازلت عنها وخليتها على الاقل حاجه موجوده. انما هو مصر، هو بيلعب على حاجتين. اتفضل. واحد، هو شايف ان جو بايدن الان عامل زي البطه العرجاء، يعني ملوش لازمه، صحيح، وبالتالي مش هيشد ولا يربط معاه ولا يزعق له ولا ليه دعوه بيه. وفي نفس الوقت جو بايدن مش عايز يسيب الحكم الا لما يكون عمل اتفاق سلام ما بين الدوله العبريه وحركه حماس والعرب عموما. تمام. الست اللي موجوده كامله هاريس بردك نفس الموضوع، واخده منهج جو بايدن، هو على عكس مستني الناحيه ترامب. الثانيه ترامب واخد منهج ثاني مخالف. يعني ايه؟ ترامب هو اللي نقل السفاره الاسرائيليه الامريكيه من تل ابيب وداها فين؟ ده القدس. القدس. وترامب مش مؤمن بحل الدولتين، لا بحل الدوله الواحده. طب هنا كامله هاريس هتبقى واخده نفس المنهج بتاع جو بايدن اللي هو حل الدولتين. مظبوط. وما فيش حاجه اسمها حل الدوله الواحده، ما ينفعش. فهنا احنا في مفترق طريق، وانا من وجهه نظري اتفضل العسكريه او المدنيه، اني بنيامين نتنياهو وبنيامين بن غفير دوت وستريتش دوت سموتريتش الليله دي قبل ما تنتهي الانتخابات الامريكيه. لذلك هناك يعني هم يعني اللي انا فاهمه من سيادتك اللي هو نتنياهو بيماطل لغايه ما 5 نوفمبر يحصل الانتخابات الامريكيه ويجي ترامب. برافو عليك. هو عمله في ترامب لان ترامب عنده قصه ايه، حل الدوله الواحده، وبعدين يفرض هيمنته سيطرته سوبر باور العالم، يعني هو الحاكم العالم طبعا. كله. طبعا. المفروض العرب يسمعوا كلامه وينفذوا اراده الاخ نتنياهو، على عكس الحزب الديمقراطي، مع ان احنا كنا يعني شايفين الحزب الديمقراطي اكثر تشددا، ولكن اتضح ان هو يعني موضوع الحل النهائي للقضيه الفلسطينيه كان اكثر مرونه فيها، وقال لك حل الدولتين ده حل نهائي. بل حضرتك
تمام. فطبعا المواضيع دي كلها سببها كلها نتنياهو والاثنين وزراء اللي معاه. طب حضرتك متفائل يعني يا ست اللواء بخصوص الهدنه؟ ما هو مش عايز يعمل هدنه معاك يعني سلام. يعني حركه حماس عايز تعمل هدنه. الشعب الفلسطيني بيقول انت فوق داخل على 50,000 شهيد ضحايا كتير جدا. صحيح صحيح ضحايا كتير جدا. طبعا فطبعا الشعب الفلسطيني محتاج يعمل اعاده اعمار، محتاج ندخله المواد الغذائيه، الادويه، الا حاجات كتير جدا. صحيح ومصر شايله هذه الاعباء. مصر مصر والله متحمله كتير يا استاذ اللواء فعلا والله. 80% او 90% من الناحيه اللوجستيه اللي داخله القطاع غزه كلها من مصر. صحيح ويطلع لي واحد قاعد في لندن في حلم المخابرات البريطانيه يقول لك ام المصريين عملوا ايه؟ الجيش المصري عمل ايه؟ هو مش حاسس، هو مش عايش في وسطينا، مش حاسس بالمعاناه يعني. لا يا بيدو، هو بيحارب معاهم، هو في صفهم بيحارب معاهم، هو عارف كويس الدنيا ماشيه ازاي. صحيح ده بيطلع يقول لك يعني مصر بتعمل كباري ليه؟ انت بتجيب تسليح ليه؟ وتجيب طيارات ليه؟ انت ده بيحاربك اصلا. ايوه صح 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 ايوه مظبوط، كلامك مظبوط والله يا ست اللواء. انا بشكر حضرتك جدا على المداخله، ووضحت امور كتير بخصوص محور فيلادلفيا وموقف مصر من حرب على غزه، وان شاء الله نتمنى يعني المواضيع دي تنتهي. 50,000 ضحيه فلسطيني اعزل مدني ملوش اي علاقه بالحرب او بحركه حماس او باللي داير هناك، لكن للاسف دي اقدارهم ودي ضربتهم، بيدافعوا عن ارضهم وبيتحملوا الكثير. نتمنى لهم السلامه ان شاء الله الفتره الجايه. طيب برضو معانا خبر تاني، نرجع لاخبارنا المحليه، ان مصر تستهدف استيراد 22 شحنه غاز مسال خلال شهرين لتوفير محطات الغاز اللازم لتوليد الكهرباء. طبعا احنا عارفين الحمد لله ازمه الكهرباء دي انتهت نهائيا، الحمد لله الامور مستقره دلوقتي، والدوله برضو بتسعى في من خلال شحنات الغاز اللي بتستوردها ان هي تحافظ على الاستقرار عشان ما بقاش في اي اعباء اضافيه للمواطن، بخصوص خصوصا حكايه الكهرباء دي بتبقى موضوع صعب جدا، الناس كلها بتتاذى منها. فطبعا نتمنى التوفيق للحكومه في حكايه استيراد الغاز ده. طيب برضو من ضمن الاخبار اللي تهم الناس، الصحه، وزاره الصحه اعلنت استيرادها او وصول 920,000 شحنه انسولين وتوزيعها خلال 3 ايام. طبعا حضراتكم عارفين الدواء ومشكله الدواء في مصر، واحنا شرحناها قبل كده في حلقات كتير، بس برضو يعني ايه احب ادي حضراتكم نبذه صغيره عنها، ان مشكله الدواء كانت اختلاف سعر العمله، والحمد لله الموضوع ده يعني انتهى واستقرت الامور. دلوقتي وزير الصحه الدكتور خالد عبد الغفار كان صرح انه خلال ان شاء الله 3 اشهر هيتم الانتهاء تماما من مشكله نقص الادويه او بعض اصناف نقص الادويه، يعني زي ادويه مثلا الضغط او الغدد او السكر. برضو الدوله بتسعى اللي هي توفر اكبر كميه من امراض من دواء السكر والضغط والكلام ده، بدليل احنا بدليل اللي احنا بنستورد 920,000 شحنه انسولين وتوزيعها ان شاء الله خلال 3 ايام. دي برضو تعمل انفراج ان شاء الله بالنسبه لاصحاب مرض السكر، والف سلامه وربنا يسلم الجميع ان شاء الله. طيب برضو من ضمن الأخبار المحلية هي ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والخضروات والفاكهة، فاحنا ما لقيناش يعني أحسن من السيد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين يقدر يشرح لنا الموضوع ده ونطمن المواطنين على الفترة الجاية بالنسبة لأسعار الخضروات والفاكهة. ألو السلام عليكم. صباح الله، ازيك يا استاذ محمود؟ واهلا وسهلا بيكم كل مشاهديك في كل مكان. اهلا وسهلا يا حاج حسين، نورتنا يا حاج حسين. الله يخليك يا فندم. الله يخليك. الفترة الأخيرة في بعض اختلاف أسعار الخضروات والفاكهة، فنحب نطمن الناس، وحضرتك يعني مش هنلاقي أحسن منك تقدر تطمن الناس يعني، اتفضل. الحقيقة طبعًا إن الأيام دي إحنا بنشهد عروض كتيرة جدًا من جميع أنواع الفاكهة والخضروات المحبوبة للناس. تمام. الأسعار كلها إن شاء الله يعني أسعار في متناول الجميع، ما عدا بعض الاصناف اللي هي ارتفعت قليلا عن السنين اللي احنا كنا بنشوفها في المواسم السابقه، زي البطاطس والطماطم والخيار وبعض انواع الفاكهه زي العنب وكده. ده يرجع لعده اسباب. اولا أيوة. احنا طبعا ارتفاع درجات الحراره الكبير اللي حصل في الايام الاخيره ادى الى تضرر بعض الزراعات، وبالتالي الانتاجيه قلت قليله قلت
عن المعروض يعني. فبالتالي المعروض قال مع زياده الطلب في فصل الصيف، طبعا الناس بتحب الخضروات في فصل الصيف يعني بتقبل على اكل الفكاه، طلب كتير والعرض قليل، زادت الاسعار. بالاضافه ان في حاجه اسمها فاصل العروات ما بين عروه وعروه، يعني العروه الصيفيه بتخلص والعروه الشتويه لسه ما بداتش، ففي فتره من 15 ل 25 يوم بتبقى ما فيش الصنف ده معروض، وخاصه الطماطم والبطاطس والحاجات اللي بتزرع ثلاث مرات في السنه، بيبقى في فاصل عروات ما بين كل عروه وعروه، في فاصل العروه ده بترتفع الاسعار. بالاضافه يا استاذ محمود ان في برضه ارتفاع في اسعار التكلفه. ايوه لما نيجي نتكلم على اسعار النقل دلوقتي المرتفعه، اسعار الاسمده، كل المستلزمات الزراعيه مرتفعه على الفلاح، فالفلاح نفسه الفلاح مش عايز حاجه غاليه، لكن اسعار المستلزمات هي اللي بتجبره ان هو يقلل المساحات او المعروض يبقى قليل، وبالتالي بترتفع الاسعار. تمام. طيب برضو موضوع البنجر وقصب السكر، احنا شفنا وزارة التموين الفترة اللي فاتت اصدرت قرار بعدم منع صرف السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية او على بطاقة التموين، يا ريت تطمنا على صناعة او زراعة القصب السكر والبنجر عشان برضو الناس تطمن الفترة الجاية ان شاء الله. الحقيقة طبعا احنا في مصر يعني ما بيننا وبين الاكتفاء الذاتي في السكر خطوة بسيطة جدا، يعني احنا بنستهلك سنويا حوالي 3 مليون و 200 ألف طن، انتاجنا بيصل ل 2 مليون و 800 ألف طن، منهم حوالي مليون و 800 ألف من بنجر السكر وحوالي مليون طن سكر من قصب السكر. احنا زراعتنا في مصر بتوصل لحوالي 300 ألف فدان من قصب السكر واكثر من 650 ألف فدان من بنجر السكر. فاحنا ما فيش اي خوف من وجود السكر توافر. لان الفتره اللي بيبقى من شهر 10 لشهر 11 كده، الفتره ديت بنبقى نستورد فيها الرز اللي هي العجز اللي احنا بنتكلم عليه حوالي 400 ألف طن، بنستوردهم من الخارج فبيتاثروا بالاسعار العالميه. لكن طول السنة احنا بنستخدم السكر المحلي، مفيش أي خوف منه، عندنا مخزون استراتيجي يكفينا أكثر من 6 أشهر، طبعًا ده بتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دايمًا بيتكلم على لازم يبقى فيه موجود ومخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية ما تقلش عن 6 أشهر. تمام يا حاج حسين. أخيرًا يا حاج حسين طمن بس برضه، نحب نطمن يعني إخواننا وأهلنا المزارعين على الأسمدة. والله طبعا الاسمده احنا عندنا يعني مش لا يخفى على احد ان احنا عندنا ازمه في الاسمده في الاونه الاخيره، لكن وزاره الزراعه في الفتره دي بتبذل جهود كبيره جدا لتوفير الاسمده المدعمه على قدر الامكان، يعني اللي هي في الجمعيات الزراعيه. ما بياخدش الحصه بتاعته كلها دلوقتي، لكن في اسمده نزلت في الجمعيات في الفتره الاخيره، يعني حلحله الازمه، لكن احنا نتمنى ان الازمه دي تتحل قبل موسم الشتاء عشان الفلاح ما يتضررش في المحاصيل الشتويه بتاعي. تمام يا حاج حسين، انا متشكر جدا لحضرتك، يعني وضحت امور كتير وبشكر حضرتك على المداخله يا حاج حسين، وان شاء الله يبقى بينا مداخلات الفتره الجايه ان شاء الله. طيب ده كان موضوع برضو اخواننا المزارعين وارتفاع اسعار المواد الغذائيه والخضروات والفاكهه، كنا نحب برضو نوضح الامور عشان برضو ما نسمعش الكلام كتير. طبعا الدنيا غاليه، يعني دي حقيقه، بس لازم نعرف اسبابها علشان يبقى عارفين رايحين يعني الفتره الجايه ان شاء الله على فين باذن الله. طيب بالنسبه برضو للمواد الغذائيه، وزاره التموين طرحت 300 ألف طن سلع تموينيه شهريا من خلال 40 ألف منفذ ثابت لضمان استقرار الاسعار. طبعا حضراتكم عارفين العربيات اللي هي ضد الغلاء تحت رعايه السيد رئيس الجمهوريه، وبرضو في عربيات ضد الغلاء تبع لوزاره التموين ووزاره الزراعه ووزاره الداخليه اللي احنا بنشكرها على المبادرات اللي هي ضد الغلاء وكلنا واحد والكلام ده. من خلال المبادرات دي بيتم طرح 300 ألف طن شهريا سلع مخفضة للمواطنين على 40 ألف منفذ على مستوى جمهورية مصر العربية. يعني حضرتك الحاجة اللي لغاية غالية في السوبر ماركت أو في الهايبر أو في البقال أو في أي مكان، ممكن حضرتك تتوجه لأقرب منفذ هتلاقي فيها أسعار كويسة جدا. طبعا في ظل غلاء الأسعار وموجة التضخم اللي احنا عايشين فيها، ده برضو هيساعد في الحياة المعيشية، ودايما نتمنى الخير دايما الفترة الجاية إن شاء الله.
طيب كان برضو في زي ما قلت لحضراتكم وزارة التموين خدت قرار بمنع صرف السكر الحر، اما السكر التمويني ثابت زي ما هو ما فيهوش اي تغيير. ده برضو خبر ان السكر التموين ثابت ما فيهوش اي تغيير، وبسعره زي ما هو 12 جنيه و80 قرش ما فيهوش اي تغيير. اما السكر الحر بس هو اللي اتوقف في المجمعات الاستهلاكيه. يعني حضرتك صاحب بطاقه، بتروح بطاقه التموين تصرف موادك التموينيه، سكر، زيت، الرز، زي ما يكون، ما فيش اي تغيير فيها، هي بس اللي اتوقف هو السكر الحر. السكر الحر اللي حضرتك بتشتريه من المجمع، زي ما بتشتريه من البقاله، زي ما بتشتريه في اي حته. اما في التموين، السكر التموين شغال، ما فيش اي مشكله. برضو ده كان برضو خبر حبينا نقول لحضراتكم عليه. وفي برضو خبر بالنسبه لوزاره التموين النهارده، واخبار وزاره التموين كتير معانا. وزاره التموين تشكل لجنه لبحث شكاوى المواطنين واصحاب المنافذ. وزاره التموين برئاسه الدكتور شريف فاروق عقدت لجنه تستقبل شكاوى المواطنين. ليها ويب سايت على موقع الوزاره، حضرتك لو عندك اي شكوى في بطاقه التموين، اي حاجه واجهتك، تقدر تتواصل معاهم وتبعت لهم على مكتب الشكاوي او لجنه الشكاوي، ان شاء الله يتم الفحص فيها باسرع وقت ويتم الرد على حضرتك. برضو كان في خبر ان العيش هيتم فيه اي حاجه، طلع برضو وزاره التموين صرحت ان مفيش اي تغيير في اسعار الخبز المدعم اللي هو ب 20 قرش على بطاقه التموين، مفيش اي تغيير فيه. هي مجموعه اشاعات بتطلع او مجموعه مقترحات ما تعرفش مصدرها، بتعمل عمليه بلبله في المجتمع المصري. فاحنا واجبنا كاعلام ان احنا نوضح الحقيقه برضه، بحيث المواطن العادي يقدر يعني يبقى عارف الحقيقه فين، ما يسمعش من طرف واحد وهو الاشاعات. احنا لازم نواجه كل الاشاعات ونوضحها للناس يعني. طيب برضه الانتهاء من اكبر سوق جمله بالشرق الاوسط بالدلتا الجديده. في سوق جمله زي سوق العبور وسوق اكتوبر هيتم انشاؤه في الدلتا، بحيث لو يخدم اهالي الدلتا من المحاصيل الزراعيه، فاكهه، خضروات والخ. برضو كويس جدا. الفتره الجايه ان شاء الله كل الدوله يعني بتحاول على قد ما تقدر في ظل الموقف الاقليمي والحروب اللي حواليها من كل الجهات، اللي احنا نحافظ على استقرار السوق واستقرار المجتمع المصري من خلال مبادرات زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي. من خلال على طول بقى دلوقتي في متحدثين رسميين بالنسبه للوزارات بتطلع توضح اي امر جديد او اي خبر جديد، ده برضو كويس. الفترة الجاية إن شاء الله يعني نتمنى التحسن بإذن الله، ونحس المواطن اللي عايز يحس إن هو حياته مستقرة، الغلاء يقل شوية، الدنيا أمن وأمان الحمد لله عايشين فيهم ما فيهاش مشكلة. بس برضو يعني يبقى في رفع من الضغط شوية للأعباء المعيشية على المواطن المصري. طيب ده برضو يعني خبر. برضو في خبر كان مش ظريف يعني خالص، اللي هو اعتداء الفنان محمد فؤاد. دي مشكلة كبيرة بقى، اعتداء الفنان محمد فؤاد على طبيب في مستشفى عين شمس التخصصي. احنا خلصنا من عمرو دياب وقلم عمرو دياب لاحد المعجبين اللي طلب يتصور معاه، وخلصنا منه. طلع محمد رمضان ضرب قلم واتضرب قلم، وبرضه خلصنا من القصه دي. طلع اخيرا بقى الاستاذ محمد فؤاد، النجم محمد فؤاد زي ما تقول يعني بنسميه يعني، رايح بحاله المستشفى، اخوه عنده جلطه، فراح المستشفى عين شمس التخصصي الساعه 5 الفجر. فالطبيب قام كشف على الحاله، يعني بيشوف شغله الطبيعي يعني. تقريبا الطبيب ما اهتمش بيه، او يعني ما عملوش البرستيج اللي هو مطلوب منه يعني، او يعني مش عارف يعني. هو دي مش شغله الطبيب، هو شغل الطبيب اللي هو يشوف الحاله ويبتدي يتعامل معاها وفقا للاعراف الطبيه. لكن الكلام ده ما عجبش الاستاذ محمد فؤاد، وبالتالي راح اتخانق معاه وابتدت مشاجره وموضوع كبير وانتشر في كل حته. استاذ محمد فؤاد، انت في الاول واخر مواطن مصري زيك زي اي حد، ما فيهاش مشكله. فاحنا بنساند الاطباء، الناس دي شغاله تحت ظروف ضغط، نقص الاطباء ونقص الامكانيات، ومع ذلك بيأدوا مهامهم على اكمل وجه. احنا المفروض نساندهم ونقف جنبهم، مش نتخانق معاهم. انا يعني من هنا بدعم الطبيب، يعني ده راجل شغال تحت ظرف الساعه 5 الفجر وقاعد في مستشفى وبيشوف شغله، حضرتك بدل ما تروح تدعمه راح تتخانق معاه. عموما احنا بنتمنى الصلح يعني، احنا برضو مش عايزين الموضوع يكبر. برضو الاستاذ محمد فؤاد برضو فنان كبير وليه تاريخ، والطبيب برضو يعني ليه حق، راجل شايف شغله وما يعني ما تعدش على حد، انت اللي حضرتك اللي جاي له. فاحنا يعني نتمنى الصلح ان شاء الله يتم بينهم. عموما انا بشكر حضراتكم جدا، اخبارنا خلصت النهارده. ان شاء الله الحلقه الجايه يبقى معانا اخبار كتير. بس بشكر حضراتكم على حسن المشاهده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.